قد يتساءل متسائل لماذا لم يذكر الدجال في القرآن مع عظيم فتنته؟ أجاب أهل العلم بعدة أجوبة، منها أن الدجال مذكور ضمن قوله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فجعلوا الدجال من ضمن بعض الآيات، وهذا القول مؤيد بما رواه الإمام مسلم والترمذي عليهما رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة. فقالوا هو مذكور ضمنا في هذه الآيات. وقال غيرهم هو مذكور ضمن قول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي لخلق الله أكبر مما مكن الله الدجال مما يخلقه على يديه ابتلاء وامتحانا. وهذا الجواب قال ابن حجر هو أحسن الأقوال أو من أحسن إذا صح. وقال بعضهم لم يذكر في القرآن تحقيرا لشأنه، رد على هذا القول بأنه قد ذكر يأجوج ومأجوج. وقال بعضهم هو مذكور في القرآن فاكتفى الله بذكر عيسى عن ذكر، لأن عيسى إذا نزل قتله. وأحسن الأجوبة الجواب الأول، أنه مذكور ضمن الآيات كما في آخر سورة الأنعام، وهذا مؤيد بما جاء في الحديث. وأما ما مكن الله الدجال منه ابتلاء وامتحانا فأسوق إليكم الأحاديث مكتفيا بها لأن الوقت أزف. روى الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، وفي بعض الألفاظ: معه مثل الجنة والنار، فناره جنة وجنته نار.